والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معاكم أخوكم طارق الجاسر. وزي ما عودناكم في كل شهر لينوفو يرسلون تحدي سبرايز مي لينوفو، زي ما هو ظاهر لكم في الشاشة. تحدي هذا الشهر أني أستخدم لابتوب ليجن أو لينوفو ليجن 7. اللابتوب هذا ما شاء الله أداء خارق جدا في اللعب، والرام 32 جيجا بايت، عندنا ذاكرة التخزين وهي من نوع PCIe NVMe اللي تكون ملتصقة بالماذر بورد، سريعة جدا في سحب الجرافيك خصوصا في الجيمينج في اللعب، بالإضافة إلى كرت الشاشة اللي هو انفيديا طبعا من 2060 3070 3080. شركة لينوفو معاها تحالفات مع عدة شركات، منها ويندوز 10، ومنها انفيديا، منها دولبي أتموز، منها كثير من الشركات. وهذا الشهر أرسلوا لي تحدي خاص بلعبة Red Dead Redemption، واللعبة هذه عبارة عن حياة تعيشها كأنك من رعاة البقر، بس ما هب رعاة بقر 100%، هم رجال الكوبوي. والتحدي أننا نروح عند بحيرة ليك إيزابيلا أو بحيرة إيزابيلا. وش في هذه البحيرة؟ يقولون لازم تروح تصيد الوايت بيزون. الوايت بيزون هذا الجاموس الأسطوري الأبيض، واللي مشارك معي في هذا التحدي هو عبد الله أو دو. طبعا تحدي هذا الشهر أنا أتوقع أنه مختلف. لينوفو أطلقت مجتمع ليجن أو ليجن كوميونيتي في الشرق الأوسط، وهذا الخبر جدا رائع لمحبي الجيمينج، أنهم يلتقون مع محبيهم من اللاعبين والمحترفين وأيضا المتخصصين في اللعب بأجهزة ليجن بأنواعها. عموما مو بس كذا، فتحوها في الشرق الأوسط، بالإضافة خصصوا جائزة للي بيحط صورة للتجهيزات حقتها أو الجيم سيتاب، عندك البي سي وكيف أنت تلعب والماوس وكذا، وإن شاء الله راح تكسبون جائزة مقدمة من لينوفو مباشرة. ادخلوا على الرابط التالي وسجلوا وشاركوا بصورتكم، وأيضا شاركوا مع كثير من الجيمرز. في أمان الله. حياك الله يا عبد الله، ومستعد؟ مستعد لهالتحدي؟ مستعد إن شاء الله، مستعد. طب وشون بنصيده إن شاء الله هالجاموس؟ والله احنا اللي علينا نستنى ونشوف نمشط المنطقة ونقول ان شاء الله نلاقيه. يلا اجل خلنا نجري حوالين البحيرة، ان شاء الله بنلقى. خلنا نشوف انت وين. انت هنا بخيلك. تدري اني قاعد اشوف. انا تركت الخيل. قاعد انا اشوف خيلك، حسبته هو الجاموس، بغيت اطلق عليه. اسمع الديب ورايا. انا من الجهة الثانية. اي انا قاعد ادور حاليا. ناديت انت خيالك؟ لا تركه، انا تركته. انت ذابح ذيابة انت، شوف. اثنين. اشوف ايوه. رحب انا. اشوف ذيبين اعمعطين من سدحين. اي والله داهموني. شوف شوف شوفها هنا، جاء عندي ذيب. انا ماني رايق لذيابه الحين، ابنزل للبحيره تحت. في شيء فوق يركض، ما ادري انت ولا لا انا بعيد عنك. انا درت حيوانات الأسطورية ترى اللي موجودة في هذه اللعبة Red Dead Redemption، تقريبا 14 أو 16 حيوان، منها تمساح أسطوري، منها دب أسطوري، ومنها أيضا هذا الجاموس الأسطوري. أقول ما لحس أبد الجاموس مرة. اطلع يا حبيبي. أشوف الغزال قدامي. أي غزلان واجد، بس هذا مؤشر حلو انه معناته فعلا انهم يجتمعون في هذه الاوقات.
فشكل الجاموس ده راعي سهر، لقيت واحد يمشي. واحد ايش؟ اطلق عليه. هذاك انا. اي هشوا بغيت اطلق عليه. شوفوا كيف اللعبة مقاربة للطبيعة، ناظر كيف الثلج يسقط من الشجر. شوفوا كيف. اوف 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 اوف. مرة جميلة. مرة واقعية اللعبة. وينك يا جاموس اسطوري؟ وينك؟ تعال يا جاموس يا اسطوري. خرفان. طيب خلها غدانا الليلة. غدانا الليلة. أيوة. انا قاعد اتغدى ترى، كل شويه قلبي يوصل احمر شكل من البروده. اتوقع اشتري ملابس. اشتري ملابس يا اخي، والله يبغالي ملابس شتويه. ان شاء الله يجي تلقاها يفرع على منكبيه ويجي كده عند البحيرة ويقول يا الله صباح خير. يلا الحين عاد عندنا مهمة، وان شاء الله هالمهمة بتخلينا نصيد جاموس اسطوري. عاد الله يستر، والله بعيد المكان، يبيننا جري 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 لين ما نوصل له. طبعا لي تقريبا يومين وانا جالس ابحث عن هذا الاسطوري اللي هو الجاموس الاسطوري وايت بايسون، والظاهر بنستسلم يا عبد الله. احساسي يقول احساسي يقول ان في استسلام جاي. انه استسلمنا. التحدي كان في بحيرة إيزابيلا ليك. إيزابيلا. إي. لنا يومين سهرانين على الوضع ذا، ونروح نرجع وما في، ما لقيناه. الموضوع يبغى له شكله أكثر من يومين. لا وتدري لقيت ذئب أسطوري، ولقيت وش اسمه هذاك اللي موس يسمونه الغرب. إي. لقيت الأسطوري الأبيض وكلهم أخذتهم. لكن الوايت بايسون هذا ما لقيته، مع اني قد لقيت الدب الاسطوري والتمساح الاسطوري وش بعد اللي قد لقينا، الجاموس الاسطوري. وتراي صورته، تدري انا اعطتني هرت مهمة وصورتها خلال الفترة اللي كنت ادور فيها، فان شاء الله يكون فيه نصيب. طيب هم ايش يبغون نسوي؟ في حاجة هنا ناخذها بالاسطبل ذا. اي افتح الباب. اصبر اصبر، انتبه انتبه. اوه ذا جاموس. اي شفت هذا الاسطوري. طب فتحنا الباب، شفه. جرب جرب تمسكه بالحبل، شف ما تقدر. شوف شوف ما تقدر. طلع طلع اللي عندي. مسكته. بنحاول ندور الوايت بايسون او اي حيوان اخر من الليجندري، وبنحاول يعني نرفع مقاطع الفيديو لاي حيوان نلقاه. الحلوه يعني الحلو في هذه اللعبه انها ممتعه جدا، فيها تحديات قويه قويه جدا زي ما شفتوا، كانها لعبه حقيقيه تحاكي الواقع، تحاكي كل التفاصيل. يعني حتى اذا طلع من المويه يصير رطب وبردان، اذا راح للشتاء ولا اذا راح في مكان حر يختلف الموضوع من مكان لاخر. اتوقع انه لينوفو كسبوا في هذا التحدي، احنا ما قوينا عليه، بس بنخلي المتابعين هم اللي يربحون، بس يشاركون بهاشتاج اظهر قوتك مع ليجن. ولا تنسون الريتويت والفولو على حسابي على تويتر اللي هو طارق الجاسر، وايضا الفيديوهات انا ارفعها على قناتي على اليوتيوب قناة طارق الجاسر. الظاهر ان خيلك معلق قاعد يركض.
في امان الله، شكرا مره ثانيه على اتاحه هذه الفرصه، يعطيك الف عافيه. الله يسعدك. هلا والحين لي تقريبا اتوقع انا ودو حول 4 ايام، حسبت صوت ذي حول 4 ايام ان ندور على الجاموس الاسطوري. زي ما شفتوا لقينا الجاموس الاسطوري بس البني، وما هو مطلوب، مطلوب مننا الوايت، الوايت بايسون. وللحين البحث ما زال جاري عليهم. فقبل شوي عاد طلعت لي علامة اللي هو تيجي فوق كذا انه في حيوان اسطوري قريب من عندك. لقيتهم الوايت، وينه معهم؟ هلا ها وين؟ شوي اركض، خلنا اقول لعبد الله اذا بيجي لا ينحاش. اخيرا وش الحيوانات الكتار اللي جاوا بسرعة امشي. شكل انا طارق دقيت عليه والله كنت مشغول معليش، عندنا عزيمة عائلية كذا فما اقدر اجي. الله فاتك فاتك اخيرا بعد عناء الاربع ايام. ايوه اي ايوه هشو اصبر، حتى عبد الله ما ادري ايش يبغى. اخيرا هذا حتى الجلد حقه ما هو بهالسهوله ينلقى. شوف كيف اخيرا بعد عناء لقيته، ابشرك. وهذاني بروح اوديه لقص ابيع الجلد حقه، وبكذا خلصنا التحدي. حصلته بالله كيف؟ هذا الجهد اللي جلسنا يا ساتر، والله ودي اني اكون معاك يا رجل. من غير ما نسجل انا قعدت ترى يومين بعدك فما حصلته، مره تعبني. كيف حصلته شلون؟ ما يحتاج شلون، قاعد ادور. هذا يقول لك اليأس ما انت بلاقي، الحمد لله ما يأس له. 4 ايام والله كنت فاقد مرة الامل، وسجلنا مقطع اللي هو خلاص يعني فيه الاستسلام الكامل، بس الحمد لله لقينا الحين هل شو اسمه الوايت بايسون وافتكينا مرة الحمد لله ارتحنا. طيب شوف بانتظار المقطع ان شاء الله. يلا التحدي الحمد لله كسبناه من لينوفو، سبرايز مي لينوفو. لا تنسون تشاركون بهاشتاج اظهر قوتك مع ليجن، بالإضافة ريتويت لهذه التغريدة، سووا اشتراك أيضا لقناتي، شرفوني واعملوا لايك. إن شاء الله في جوائز راح تقدم لكل اللي يشاركون يعملون ريتويت. هذه أطيب تحية، كنت معكم أنا طارق الجاسر من بعد 4 أيام من البحث المتواصل، وفي أمان الله.